الاستوديو دوت كان المفروض يتعمل من بدري يعني، بس هو خد مني وقت عشان الكام يوم اللي فاتوا. المهم يعني الفيديو دوت المفروض هيبقى اول فيديو من كذا فيديو هيتكلم او هيبقى جواه كام الجوريزم كده من السي جي اي ال اللي هي كومبيوتيشنال جيومتري اي بي اي بتاع سي بلس بلس. هو السي جي ال اللي هو كومبيوتيشنال جيومتري الالجوريزمز بتاعته. اول الجوريزم انا هنا ابتديت اتكلم معاه كان الستريت سكيلتون. كان طموحي يعني ان انا اعمل الستريت سكيلتون دوت ادخله على السي شارب. الستريت سكيلتون بتاع السي جي اي ال دوت او السي جال زي ما بيتقال بيبقى يعني امبلمنتيشن للريسيرش بتاع ايكولزر. اول الجوريزم خالص ابتدى في الستريت سكيلتون. ايكولزر طبعا كان شغال بالانر اوفسيتس اللي هي الاوفسيتس اللي جوه، بيبتدي يتكلم على الايفنت من بين كل ايدج والتانية، لو في حصل شرينكينج او لو الايدجز ديت حصل لها كولابس والشكل اتعمل له سبليت فبقت سبليتنج ايفنتس. في منه برضو implementations للهولز، بس ده المنظر العام بتاع ال street skeleton يعني بالنسبة لل C++. كان في كذا مجموعة تانية انا ابتديت ايه اقول طب ليه مثلا مش موجود في السي شارب، حتى موجود في الجافا او موجود في الجافا سكريبت. الدوت نت عموما قليل قوي لما لقيت حاجة زي كده، فانا ايه قلت يعني ابتدي مثلا اعمل implementation للراجل دوت بس بشكل كويس، وبرضو بمثلا بيبر بقى انتهز الفرصة ان انا اعمل بيبر انها تكون على الاقل بتبروميس يعني ان البرفورمانس هيبقى احسن. اي كولزر كان 1995 كان اول الجوريزم نزل خالص للستريت سكيلتون. هو عبارة عن ان هو بيعمل انر اوفسيتس، ده كان احدى حلول الفولد اند كات بروبلمز او الاوريجامي ماث يعني عموما. اي كولزر مثلا هنا ال performance بتاعه كان او اوف ان 3، ال notation بتاعته ان تو باور 3. انا اخترت الصراحة بيتر فيلكل وال AL بتوعه، ال efficiency بتاعته كانت او تو ان ار زائد ان لوج ار تقريبا يعني. هو يعني في الورست كيس خالص هتبقى او تو ان باور 2. اتقال عن على بيتر فيلكل ان في مشكله عنده في الالجوريزم بتاعه ان هو انكوريكت، ودي اتحلت يعني مش يعني الكلام دوت كان من فتره يعني، بس خلاص دلوقتي بيتر فيلكل يعني ال implementations الجديده بتاعته حلت المشاكل اللي كانت بتقابله يعني في حاجات كتيره من الهولز او كده. وكمان هو نفسه في ورقه البحث بتاعته كان عنده مشكله انه ورقة البحث بتاعته كان ان هو اصلا لسه ما حطهاش في السي جي اي ال مثلا، كان عنده مشكلة مع السيجال ان هو ما عملش فيها implementation بس. وعموما هو تقريبا انا ما شفتش ال implementation بتاعه خالص في السيجال يعني. دوت ال street skeleton بتاع فيلكل، ال street skeleton بتاعه مش بي acknowledge خالص حتة ال shrinking polygons، لا هو بيعمل داتا ستراكشرز او انيشاليزيشن ليه على وتيره الفيرتسيز والايدجز والبايسكتورز، واول لما بيبتدي يشتغل بيهم او العلاقات اللي بينهم بيعمل بريوريتي كيو صغيره. البريوريتي كيو ديت بتبتدي تهندل الانترسكشن بوينتس بتاعت كل بايسكتور على حده. يعني مثلا لو احنا عندنا المنظر دوت هيبقى كل ايدج ليه فيكتور فيرتكس، كل فيرتكس ليها بايسكتور، كل بايسكتور مع بايسكتور هيبقى ليه انترسكشن بوينتس. الانترسكشن بوينت ديت هتنزل هيبقى فيه بيربنديكولار على الايدج، كل ايدج من دول والبيربنديكولار ديستانس ديت هتبقى هي البريوريتي بالنسبه للانترسكشن بوينت، والانترسكشن بوينت هتتحط في البريوريتي كيو. بعد ما احنا هنعمل المنظر بتاع الداتا ستراكشر دوت ان احنا نخلي فيه حاجه اسمها فيرتكس، كل فيرتكس جواه الايدج ليفت والايدج رايت، كل وفيها جواها البايسكتور ري، كل بايسكتور ري ليه الاوريجين بتاعه، والبايسكتور ري اصلا ان هو يتعمل جوه البوليجون ما يبقاش براه، وكل اتنين بايسكتور ريز او كل بايسكتور ري مع النيبورينج بايسكتور ريز بتوعه لو في انترسكشن يعني اذا انترسكشن اكزيست هيتحط برضو حاجه اسمها انترسكشن بوينت اي اوف اي اندكس اي يعني. وبعد كده هيتعمل له ستور في البريوريتي كيو ديت بناء على
ال perpendicular distance. بعد كده هو هيبتدي يبوب ال perpendicular يبوب ال priority queue ديت ال intersection points بناء على ال priority اللي جابهم، وهيبتدي يعمل process على كل vertex من دول ان هو يهندل كذا حالة، كل حالة يرسم ايه وما يرسمش ايه. يعني مثلا هنا بيقول ان لو ال vertices او النودز VA and VB pointed by R are marked as processed. processed يعني هما اتعمل لهم هاندل في الاتريشن اللي قبلها، لان ديت عبارة عن while ال priority queue is not empty. لو مش processed يبقى مباشرة ال edge، طالما في intersection حصل ما بين اتنين edge، دي مثلا البايسكتور اهو والبايسكتور اهو في انترسكشن بوينت هنا، يبقى اكيد الايدج دوت حصل له ديبريكيشن او ان هو الايدج دوت شرينكت زيرو. فيبتدي الراجل هنا يقول والله ان else الايدج اي طالما هي مش بروسيس دي لسه between ال vertices في اي في بي shrinks to zero length، وهنا هيحصل ايدج ايفنت في سبليتنج ايفنت. هو هي دي ده فكر فلكل عموما، ان هو الراجل ما اتكلمش على البوليجون از هول وعمل له شرينكج وبعد كده وصل للفيرتسيز ووقف عند الايفنتس، لا هو الراجل عمل بروسيس على الفيرتسيز نفسها. فكان من مهم قوي في الالجوريزم دوت ان الواحد ياخد باله ان الداتا ستراكشرز نفسها تبقى يا اما الاونوتيشن بتاعتها اوف ان او او نوتيشن اوف 1، لان لو هي زادت اكتر من كده البرفورمانس بتاع الاو نوتيشن اوف ان باور 3 مش هيبقى دقيق قوي يعني بالنسبه للفلتر. الداتا ستراكشرز نفسها اتعملت بالكود، ابتديت اعمل الداتا ستراكشرز اللي الراجل اتكلم عنها. ابتدينا الاول نعمل اللاين، كل دوت احنا في الاكليديان سبيس، عملنا الواي انترسبت اكس كونستانت واي كونستانت، الفورميولا بتاعت اللاين العاديه. بعد كده نزلنا هنا ابتدينا نتكلم على اللاين، نجيب الديستنس ما بين نقطه بي عشان later on هنستخدمها كبريوريتي، الانجلز نفسها عشان البايسكتور نفسه، وبرضو كل الفانكشنز ديت هتبقى من او اوف 1 او او اوف ان النوتيشن بتاعتها، بحيث ان هي ما تاثرش قوي على او اوف ان باور 3. يعني ممكن حلقه قدام شويه نبقى نتكلم عنها على البايسكتور ممكن توصل لاو ان باور 3، بس مش هتزيد اكتر من كده. جيت انجلز طبعا هتجيب لي زاويتين، فعشان كده عملنا حاجه زي التيوبلز اللي هي السي شارب 7. يعني المهم دوت اللاين. ابتدينا نتكلم بعد كده على الايدج نفسه، الايدج هيبقى عنده طبعا شرينك، عنده الفيكتورز عشان نتكلم شويه لينير الجبرا قدام هنا في فيكتور 2 دي و3 دي. ابتدينا مثلا نتكلم بعد كده على البايسكتور ري نفسه، ازاي هنكمبيوت البايسكتور، عندنا في الكمبيوت البايسكتورز. بعد كده الكت، لان طبعا في بايسكتورين اتنين لكل انجل، وفي اتنين انجلز لكل اتنين ايدج. كل دوت طبعا كلام كان يعني شغالين فيه نشوف الجوريزمز معينة، الجوريزمز مثلا تنفع في حاجة زي كده ولا لا، البرفورمانس مثلا او حاجات زي كده. بعد كده اتكلمنا على اللينكد ليست، لان هو ابتدى يتكلم على ان الفيرتكس نفسها الدبل سيركلر لينكد ليست والدبل لينكد ليست، هو كان بيتكلم عليها ان هو الراجل هنا عايز يحط الفيرتيسيز نفسهم في وان دبل كونكتد سيركلر ليست اوف اكتيف فيرتيسيز وسماها لاب. بعد كده قال ستورت ان ذا سلاب. فالدبل كونكتد سيركلر ليست برضو ده احدى الداتا ستراكشرز اللي عملناها هنا، سيركلر ليست ثواني الدبل سيركلر ليست هنا والدبل لينكد ليست. كل دوت اتعمل، وبعد كده ابتدينا بقى نعمل انترفيسز مع الريفت كوميونيكيتور مثلا او التول كيت الاوبن جي ال كوميونيكيتور، ويعني اخيرا يعني عرفنا نطلع ايه حاجه زي الامبلمنتيشن لفلكل بالنسبه للاوبن جي ال. فده مثلا كانفاس صغيره جدا اتعملت. نيجي مثلا نعمل هنا لاين حاجة كده زي حرف ال مثلا، نعمل ستريت سكيلتون هتلاقيه اترسم عادي جدا اهو قدامنا، البايسكتورز نفسها والايدجز، وهو برضو بيأكنولج الفيس. لو احنا هنبتدي نتكلم على بدل الار 2 اكليديان سبيس عايزين نتكلم على الثري دي سبيس، هو بيأكنولج ان دي في حد ذاتها كده عبارة عن فيس على بعضه، وده لوحده كده هيبقى فيس برضو على بعضه، المثلث مثلا لوحده او الترابيزويدال الناحية التانية دوت برضو فيس.
فدوت مثلا هيبقى 1 2 3 4 5 6 ستة فيسز، فأقدر كمان أرسمها على 3D. كل المشاكل اللي كانت بتقابل فلكل تقريبا اتحلت، يعني حتى لو احنا عملنا بوليجون معقد جدا بالشكل ده يعني اهو هيطلع عادي خالص الستريت سكيلتون بتاعه. يعني مثلا عملنا بقى حاجة فيري تريفيال يعني هتطلع بالشكل ده، عملنا مثلا تي او شبه التي بقى، ممكن كده نزلها شوية تطلع تاني، هتطلع حاجة بالشكل ده تي بقى، بس طبعا عشان ما فيش سنابس هنا ممكن نعمل تي تانية بس تكون شكلها احسن شوية اهي، اي تي بقى عادية خالص، طبعا دي مش تي خالص انا كده يعني اهو. عموما يعني الشيبس ايا كان شكلها ايه، او حتى لو مش هنعمله يعني ممكن نعمله كده اللي هو حاجة تبقى بالشكل ده مثلا، برضو هيتعمل الستريت سكيلتون بتاعها. الكود دوت بيور سي شارب من اوله لاخره، وده عبارة عن كوميونيكيتور بس الاوبن جي ال. الكود ممكن يتعمل على اي حاجة تانية زيه زي السي جي اي ال بالظبط، بس دوت هيبقى ايك هولزر ودوت هيبقى فلكل مش ايك هولزر الصراحة. فبس يعني انا الصراحة لقيت ان الامبلمنتيشن بتاع ايكولزر يعتبر دلوقتي اوت ديتد شوية بالنسبة لفلكل، فعشان كده اشتغلت بالسي شارب على الاوبن تي كي. ليتر اون بقى ممكن انزل فيديو تفصيلي بقى كل بروسيس او كل بروسيس بالظبط انا عملتها ازاي وبرفورمانس هيبقى ازاي، بس ده كده حاجة زي برزنتيشن خفيفة يعني.